وبشأن الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في حزيران القادم في ظل سيطرة شبه كاملة للميليشيات على المشهد السياسي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الصحفي العراقي أوس المختار. سيد أوس، بداية أهلا بك. بعد إعلان الكاظمية عن موعد الانتخابات المبكرة والجدل لم يتوقف سواء في داخل العراق أو خارجه، وكالات دولية أشارت إلى أن الأرضية السياسية في العراق تمنع إجراء انتخابات نزيهة، إلى أي مدى تتفق مع ما ذهبت إليه تلك الوكالات المعتبرة؟ مساء الخير. الحقيقة علينا أن سيد أوس، هل تسمعني؟ هل لا تزال معنا؟ أسمعك. تفضل. إذا كنت سمعت السؤال فتفضل بالإجابة سيد أوس. نعم سمعت السؤال. تفضل. الحقيقة علينا أن نسنا ما هي الغاية الحقيقية للسيد الكاظمي من إجراء انتخابات مبكرة في هذه المرحلة. السؤال الأول، هل استطاع أن يحقق الوعود التي وعد بها الشارع العراقي والمحتفظين العراقيين؟ هل استطاع أن يحاسب الأطراف الثالثة كما يسميها من عمليات القتل التي أخذت أكثر من 700 شخص من المتظاهرين السلميين العراقيين؟ هل استطاع أن يحصر السلاح بيد الدولة العراقية؟ هل استطاع أن يحاسب الفاسدين في الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟ لم يستطع أن يحقق أي إنجاز هذا الشخص. وكذلك لديه غاية أخرى، غاية حقيقية، هي إجراء كسب مزيد من الوقت والتسويف من أجل إجهاض المظاهرات التي ستخرج مستقبلا، وكذلك منعها من تحقيق أي هدف من أهدافها. لذلك حكومة الكاظمي لديها عدة أهداف، أهمها كسب مزيد من الوقت، والنقطة الثانية الهروب من الوعود التي وعد بها الشعب العراقي. الآن النائب عامر الفايز يقول، سيد أوس يقول، إن بعض القوى السياسية ستلجأ لإثارة الفتن من أجل الحصول على أصوات الناخبين. إلى أي مدى ترى أن الواقع الأمني الذي بدأ يشهد ضبط مفخخات أو اعتداءات على مقاهي هو جزء من هذا السيناريو؟ إلى أي مدى تراه جزءا من هذا السيناريو؟ تفضل. هذا السيناريو وارد جدا، خصوصا وأن رئيس الحكومة العراقية الحالي السيد الكاظمي هو خبير في عمليات التفخيخ والاغتيالات، كونه كان رئيسا سابق لجهاز المخابرات في أحد الحكومات السابقة، ولديه علاقات ممتدة مع الأحزاب الحاكمة في بغداد وكذلك الميليشيات. لذلك لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل وجود أجنحة عسكرية لأحزاب سياسية حاكمة لديها سلطة غير محدودة ومال غير محدود. فأي طرف آخر يريد أن يشارك مشاركة حقيقية في انتخابات نزيهة، احتمالية فوزه بالانتخابات أو تحقيق أي مكاسب معدمة بشكل مطلق، لأن الجهات الأخرى التي تملك المال والسلاح والسلطة ستحاربه بكل ما تملك من قوة، من خلال عمليات تهديد واغتيالات وتفجيرات. لذلك الحديث عن إجراء انتخابات نزيهة في العراق في هذا الوقت هي عملية تدوير للنفايات التي أتت على العراق منذ 2003 وإلى حد هذه اللحظة. سيد أوس، هناك من يرى أن وجود مفوضية للانتخابات على أن تكون نزيهة يمكن أن يوقف سطوة الميليشيات، هل ترى أن هذا الطرح واقعي وقابل لأن يتحقق على الأرض؟ هل تتفق مع هذا؟ هذا لأن الحكومات السابقة العراقية أعطت شرعية للميليشيات تحت غطاء الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الآن يملك سلطات وغطاء سياسي وغطاء قانوني حالها حال المفوضية العليا، والمفوضية العليا أساسا هي جزء من المنظومة السياسية الحاكمة في العراق. المفوضية العليا تعمل بما تؤتمر به من قبل الأحزاب السياسية والسلطة في داخل العراق. السيد الكاظمي الآن إذا استطعنا أن نسأله، هو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة وأعلى سلطة سياسية وعسكرية بالعراق، لكن هل يملك السلطة لتغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي؟
الحشد الشعبي هي سلطة فوق سلطة الدولة، هي دولة داخل دولة، وهذا هو واقع العراق. لذلك إعطاء المفوضية العليا المستقلة بين قوسين للانتخابات دور في إجراء انتخابات مقبلة هي أضحوكة نعم وخارج الواقع. نعم برأيك سيد أوس، هل سيقبل الشارع المنتفض إجراء انتخابات مبكرة تحت سطوة الميليشيات وهيمنة الأحزاب الفاسدة؟ كيف تتوقع رد فعل الثوار إذا حصل هذا الأمر؟ الحقيقة أعتقد أن السلطة الحالية في بغداد والغطاء الشرعي الدولي المتمثل في الولايات المتحدة ومجلس الأمن همهم الأول والأخير هو الإبقاء على العملية السياسية الحالية في العراق. نعم هذه من مصلحة دولية ومصلحة الأحزاب الحاكمة في بغداد. لذلك لا أعتقد أنهم سيهتمون لما يريدونه الثوار، والحل الوحيد بيد الثوار العراقيين الحاليين هو رفع مستوى المطالب بإنهاء الدستور وحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الجيش العراقي وإنهاء المناطق الطائفية وعدم التنازل عن هذه الثوابت، لأن أي تنازل عن هذه الثوابت سيؤخر عملية خلاص العراق من النكبة التي تعرض لها منذ 2003 وإلى حد هذا اليوم. من فيينا كنت معنا عبر الهاتف الصحفي العراقي أوس المختار، شكرا جزيلا لك.